انت اسمع فيا اسمع، كنت مستنى في زير بارتاج ولا لا، متحصلت على حد دونك باش نبدا روحي دونك رابيدمون باش نعاود نذكر الجماعه اللي ما جاوش ما تستوش السيونس اللي فاتت. انت اسمع فيا بالكدا ولا لا ديجا باش نجم نكمل، واحد منكم يكتب لي ميساج اوكي ولا لا باش انا نعرف. جينا ميساج اوكي ليك لي دونك فما شكون بالك ما حضرش السيونس اللي فاتت الكل، نذكر دونك رابيدمون بلي شابيت اللي باش تقراهم ان شاء الله كيما قولوا نعاود راهو شيمي اورجانيك من الاول، مع تاخذوه معناتها من الاول من الفور ديريكت، راهو تخليو الشيمي اورجانيك تتكدس ما تريفزوهاش ما تكونوهاش حتى نصايف ساعة في النهار باش تعمل برشا مشاكل باهي. وديجا راهو عامناول برشا مضيعينها الشيمي اورجانيك، متأكد على انه برشا مضيعينها وجا ساهل حلوة وديجا فما فان مش فان واحدة، فانات في المستير بريبا مستير في صفاق صنع 20 في الشيمي اورجانيك، ايه 20 في الشيمي اورجانيك خاطر جاي بالرسمي ساهل ساهل ساهل. لي شابيتر الاولانيين سيرتو ارامان انفراروج السين السين نسبة، او نقولها لكم معناتها من تو نسبة 90% باش تكون فما بارتي في الاكزامان بتاع الكونكور فينال سور سارتان منها ب 20000%، مش 99%، متأكد 2000% اللي هو باش تكون بارتي تحكي ألسان ألسين و ما فرروش ولا بارتي كومبيني كلها ولا بارتي من اكزرسيس ولا ما فماش، ما فماش ما تنجمش تتعدى من غير ما تحطهم هذوما زوز منهم الكل مع بعضهم حاجة منهم فماش سيرتو لسان باهي. انا باجي نقول لكم دونك ركزوا وخدموا بشويه، راه ماهوش صعيب حتى تعرف تاخذوا من اللول تلقفوا من اللول جاكم احلى جو، ما تلقفوش من اللول تتكدس المعلومات خاطر هو راه يصب الكل في بعض، ماهوش درس منعزل مثلا شابيتر مسيب وحده والاخر تنجم تفهم الشابيتر الاخر وتقول لا خلي شابيتر نبدا بشابيتر 5 باش بعد نرجع لشابيتر ما نعرفش لول ولا ثاني ولا اللي هو شيمي اورجانيك راهي تصب في بعضها بعد في الاخر شنو اللي نخدموا دي سيكونس رياكسيونيل مش في الاخر نخدموهم تو سيكونس رياكسيونيل تشوف تاع اول العام وسط العام اخر درس قريته كل سيكونس رياكسيونيل تلم لك كل شيء، نجم نخرج ما نعرفش من ديريفي كربوني اللي معناتها سيتون ولا هيدريد نعملها ريدكسيون مشيت درس الكول من بعد ما عملت لها ريدكسيون درس الكول نجم نحولها هذيك لجروب بارتون نجيب امين لصقت مشيت درس لامين لامين هذيك نجيب لها اوف مان تطق رجع على السيت، معناتها ندور في سيكونس بتاع خمسه ما نعرفش خمسة فلاشات هاو ندور لك على خمسة دروس ست دروس، معناتها ما همش برشا صحيح فما الرياكسيون لازمكم تعرفوهم ما هيش حفاظة زي الشيمي اورجانيك وتأكد على انها ما هيش حفاظة تحفظ راك تحسب راح تحفظ مثلا انا جون ريدكتور كيسالك شنو هي الرول نتاعو شنو نستعمل غادي لي زاجون ريدكتور تعرفهم هكا باش تحفظ لي رياكسيون فار كيما مثلا بعرفش جابرييل اوفمان تعرفهم اش يعملوا زاد شنو لوتيليتي نخرج مثلا من امين نحولها لهك وتعطيني هك، اما باش نحفظ بالفلاشات وبالكالي جاك نجم تبدل لك كا وجي جروب لاصق في الموليكول باغ اكزومبل جروب الكترو اتراكتور وكان جروب دونور يبدل الرياكتيفيتي نتاع الموليكول الكل، ملي كنا نحكيو في حاجه نوليو نحكيو في حاجه اخرى. دونك ناكد عليكم شنو اورجانيك راهي ماهيش حفاظه، خذوها بالفهم نوت عندكم نعملوا فيش ما نعرفش تصرفوا تخليش السيونس تتكدس وتشوف بشوي بشوي تتحسن، حتى لو كانت مثلا مضيع في البرومير اني كانك انت ماكش معناتها ما تحبيش سبحان الله ما عرفت ما يحبش الشيمي اورجانيك كان يقول لك ما نعرفش بعد البريبان نحب نمشي انفورماتيك ولا ما نعرفش نحب نمشي اي حكايه اخرى ما هيش جو يجمع الشيمي اورجانيك. اما راهي سورس دو نوت البارح مثلا نلقى في جروب فيسبوك ما انتم بازروا فيه اكيد جروب فيسبوك الروم بتاعها الطفلة جاي خايبة على خاطر شنو شنو اورجانيك باش تعاود ما تلعب روم خايبة على خاطر شنو اورجانيك اي على خاطر شنو اورجانيك فاسيل دي فيه اقل حاجة كان تركز وتبدا بذل ما عرفش 30% 40% مجهودك تجيب 15 فاسيلمون في شنو اورجانيك جيت تسأل وتركز وماهوش راهو حفاظ من اللي قريت قبل ماهوش حفاظ راهو شنو اورجانيك تعرف لي رياكتيف اش يعملوا اي صحيح نعرف لي رياكسيون الكبار بالاسامي من هنا اوف مان
جابرييل مركب نيكوف شنية زي زيف شنية، مش تعطيش ما تعطيش هذوك من الاكس برشا. بشوف الاكسونات في الشيمي اورجانيك بروجرام سنين، مش كي بروجرام عاملين، عاملين جوست الباس، تعرف نومنكلاتور، تعرف تصور نيومان في شير، تعرف الرياكتيفيتي دونور الكترو تراكتور الكترو دونور الافي ميزومير، هذوك شفتهم، هذوك من الباز بتاع الشيمي اورجانيك. ما نجموش نخدموا بهم من غير حتى لو تقرا، ما نعرفش تعمل في دكتوراه في الشيمي اورجانيك، ما تفهمش في هذوك راك علاش تعمل فيها اصلا من الاخر. هذوك من الباز 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 به. كيما قلت دونك دي شابيتر باش يكونوا دونك ابوبري 11 شابيتر ابوبري، باش نبداو بالسبكتروسكوبيا انفرادو جي ار ام اي. هذوما دونك دو تكنيك حكيت عليهم المره اللي فاتت، يخليوك تعرف السكيلات بتاع الموليكول. بار اكزومبل انت عندك سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش، هل ليرمين ولا انفرادوش يخليني نطلع الستركتور بتاع الموليكول نتاعي؟ علاش ما هيش سي اتش 3 سي اتش هذا سي اتش 3 سي اتش 3 بعد او اتش؟ علاش هكاك السكيلات جات بتاع الموليكول؟ جوست هما دو تكنيك ديدونتيفيكاسيون بتاع دي موليكول نتاعي. اكهو موليكول براو، نحكي مثلا موليكول اللي هي معناتها لازم تكون ما نعرفش، لازم تكون هذا بار اكزومبل لو كربون بروبات هكا بالارمان، لازم نعرفها بالارمان. هي تكنيك باش تخليني نعرف السكيلات كربوني، سورتو كربوني، كيفاش لي كربون والهيدروجين بورتي بار دو كربون ديفيرون يكون اسكو يشوفوا بعضها ولا لا، هكاك كيفاش نعرف. نبدو مرة الفوق الفوق كما كنت تقرا، ما كنتش تقرا في حاجة ديب في الشيمي ولا في الارمان دي بروتون. في الارمان في الانفراروج هي دونك تكنيك باش تعرف بها الجروب فونكسيونيل. عندي الكول، عندي اسيد كربوكسيليك، عندي سيتون، عندي اميد، عندي الكول امين زاد معروفين، وفيهم لزوز دي تابل. لي تابل هذوما يقربوا لكم بشوي بشوي الفونكسيونات، يعطيهم لكم دوني في الاكزرسيس. باهي تعالوا نشوف ان شاء الله مع بعضنا، نعرف الجمعه الجايه نبداو في السيونس نتاعنا، نبدا باللسان ولا بالانفراروج ولا رمان. تخيل نبدا بالالسان وبعد نمشيو ديريكت انفرادوش جيرمي، باش نجم نركب حكايات على الالسان على درس الانفرادوش جيرمي. تعالوا نشوف الالسان، الالسان هما اللي كومبوزي كيما دوم بريتون عملت لهم النومنكلاتور يوفي بالان، هما اللي عندهم دوبل ليزون، ليزون بي وليزون سيجما. بشوف الرياكتيفيتي كيفاش لي رياكسيون داديسيون عليهم، كيفاش لي رياكسيون دوكسيداسيون عليهم يصير، وشنو هو لي ديفيرون رياكتيف. هذا بالنسبة للسين، لالسين ولا لسين الرياكسيون بريسك، لالسين طويل شوية لالسين أقصر شوي، والرياكتيفيتي يشبه لبعضهم من الرياكسيون اللي يصيروا على لسين يصيروا على لسين. إما جوست تريبل ليزون دوبل ليزون، التريبل ليزون بوكو مو رياكتيف، معناتها كي تحط عليها حاجة تقول بوكو مو رياكتيف، معناتها ماهيش رياجي با معناتها فاسيلمون رابيدمون. نحط تريبل ليزون عندها ليزون سيجما بي سيجما، معناتها ماهيش ليزون ديريكت تحط عليها رياكتيف، معناتها الترياج تصير عليها رياكسيون رابيدمون ولا فاسيلمون، مي سي سيت معناتها دي كونديسيون رياكسيونيل بارتيكولير حاجة هذيك الكل. تو نشوفوا لي رياكسيون اقل سيجما بي بي، تو نشوفوا دونك الرياكتيفيتي نتاعها بشوية بشوية، وفي الكور وفي كل شيء في انا روح كيفاش انا نمشي في السيري باش تكون كيما حكيت المره اللي فاتت. السيري باش تكون مثلا اكزرسيس رابيل بروميير اني الاولاني هذا كاسو، بعد اكزرسيسات مثلا على لسان على لسان، احنا والدرس اللي فيه نجم لسان بار اكزومبل درس مهم على الاخر بالنسبه لي انا، نخير له باش تكون انتوما زاده ما نظنش كان افونسيتو برشا في الكور، فما خاطر دي بريبا السيمستر اللي خاصها كان انفلاروش لسان لسان اكاو، هما دي بريبا اخرين يقدموا بارش في الكور، بعد يبقاو معناتها يعاودوا في لي سيكونس سيليكسيون. تو تشوفوا انتم كيفاش باش تعملوا. بالنسبه لي انا السيمستر الاولى باش تقف اون برانسيب. تو نشوف معاكم انتم اذا انتم الافونسمون، اذا كان انتم افونسي وافونسي في الكور اكيد باش نقدموا معاكم، والسيريات باش تكون اكثر، ولا انتم مثلا قدمتوا وصلتوا درس ما عرفش جدي نامبورتو كوا الكول، انا نولي معناتها زاد انا افونسي ونقريكم الكول اكيد. شنو يا اخي؟ امشي.
يعني بعد ما الالسين الالسين تعدوا لي كومبوزي روماتيك. اهم حاجه اللي كومبوزي روماتيك هو البنزين، هو هذا او التابلو حتى قلت لكم المره اللي فاتت ما حبش نشيلي ديجا هذا مثلا البنزين، هذا باش تعملوا لي دي سوبستيسيون الكتروفيل. هذا ما يهمكم كان في البنزين خاطر فما دوتر نوايو اروماتيك، درس اسمه لي كومبوزي اروماتيك، مش هذا برك كومبوزي اروماتيك. فما بار اكزومبل دوتر كومبوزي اروماتيك، هذا كومبوزي اروماتيك او باش نزيدو لحظه، هذا كومبوزي اروماتيك. لا جوست لحظه نرجع. ايه دونك كيما كنت نحكي لي كومبوزي الاروماتيك هما لي كومبوزي اللي عندهم هذه ليزون مثلا بيسيبلا كونجوغيزون، هذه تسمى كونجوغيزون تقراهم بشوية بشوية في الكور نتاعكم. كومبوزي اخر اروماتيك ما هذا انتم في الكور نتاعكم السنين ما تهتموا كان بالبنزين، ما يهمكش في هذا تساوي هذا زاد اروماتيك يتسمى كومبوزي اروماتيك. اما احنا في الكور السنين باش نهتموا كان بالبنزين، باش نعملوا دي سوبستيتيسيون الكتروفيل. علاش معناتها سوبستيتيسيون الكتروفيل؟ معناتها باش تحاول نلصق على البنزين دي جروب مثلا سي اش 3 هنا. نحب نلصق الى سي اش 3 هنا بار اكزومبل، نحب نلصق ما نعرفش هذا المونو سوبستيتيسيون. ديجا باش نشوف المونو سوبستيتيسيون تاع لي تاع لي جروب مثلا ميتيل الكيل هاك، وهذه تسمى مونو سوبستيتيسيون. اذا كان نزيد جروب اخر ولي بار اكزومبل هذه دي سوبستيتيسيون. شو شوفوها في الكوب مثلا انت هنا عندك اون او دو، فما قواعد بيان سور كيفاش انت عندك هنا اون او دو باش تلصق سي اتش 3 بيان سور يلزمك هنا سي اتش 3. هذا يور يوم هذا يتسمى جروب الكترو تراكتور، يور يوم ديما اون ميتا، هذا برا المقابل ديما يتسمى برا، هذا ميتا هذا اور 2. معناتها سي اتش 3 باش تجي لهنا عمرها ما باش تجي لهنا، كي صورها لهنا غلط. تحصل هذوما دي كا بارتيكولي باش تشوفهم في الكوب ان شاء الله كي نافونسي نوصلوا للنوايو روماتيك. باين مستوى جمله جوست توا معناتها هكا على الشوكازيون مشيت وريتكم نوايو روماتيك. به بعد تعدوا للدريفي هالوجيني، شنو هما الدريفي هالوجيني؟ هما الدريفي اللي فيهم دونك لي زيكس لي زالوجيني برون بيور فلور كلور اللي هو شوف لو رياكتيفيتي. اهم حاجه لهنا في الشابتر هذا 5 هو عباره رابيل وريفيزيون للبروميير اني الكل دي سوبستيتيسيون نوكليوفيل تيب 1 دوردر 1 ولا سوبستيتيسيون نوكليوفيل دوردر 2 ولا اليمينيسيون او 1 ولا او 2 تو دي بون. دونك هنا هذه الشابيتر الخامس باش يكون لكم اوكازيون مهمه على الاخر انكم انتوما تو سامبلومون تريفزو البروميير اني سورتو كل بارتي نتاع الرياكتيفيتي الاخرانيه سوبستيتيسيون نوكليوفيل دوردر 1 و سوبستيتيسيون نوكليوفيل دوردر 2. دونك هذه فرصه ما تعوضش اللي مضيع معناتها ينجم سوبستيتيون كليوفيل ان اس اس ان او اس ان 2 لو 1 ولو 2 تلقاوه هنا يتعاود بريسك نسبة 90%. به بعد الزورجانومانيزيوم، الزورجانومانيزيوم بيان سور هما دي كومبوزي فيهم مانيزيوم اسمه مانا جسم اورجانومانيزيوم جاي من مانيزيوم كي قرينا التابلو بيريوديك. المانيزيوم دونك هذا ils jouent le rôle les organomagnésiens sélectionnent une terme déjà RMGX RMGX exemple par organomagnésien RMGX exemple CH G خمسة خمسة هذا بس خاطر ما نجمش هذا بار اكزومبل اوغ اكس اون بتاع اورغانو مانيزيوم نجم ايتيل سي اتش 3 سي اتش 2 ام جي بي بار اكزومبل والا ام جي اي المفيد الاكس لهنا سي تان هالوجين هذوكم دونك لي اورغانو مانيزيوم يتسمى اي دونك ما عرفتش تشوف مليح هذوما يتسموا دونك لي زورغانومانيزي. باهي لي زورغانومانيزي عندهم دو رول، عنده الكربون شنو هي الحكمه من يوتيليزاسيون دي زورغانومانيزي؟ كي يدخل دونك المانيزيوم اونتر
un halogène, un groupe partant en carbone, donc il حول هالكربون او نيكليوفيل، معناتها سي اتش 2 واحد عباره سي اتش 3 مو، وهنا دلتا مو، وهنا دلتا بلس، هذا هو اللي يعمل دي سوبستيتيون نيكليوفيل والا ديزاديسيون نيكليوفيل. تعالوا نشوفوا اون ديتاي ان شاء الله في الكور، جوست تو نحكي جد دي جينيراليتي باهي. هذا بالنسبه للجنوميزيا. المره اللي فاتت قلت لكم زاده اوكازيون بالنسبه لي انا باش نوريكم شابيتر الاورجانوماليزيون كيفاش الشابيتر وات مخدومين على البلاتفورم، باش هذه اوكازيون ليكم انتوما، وعدتكم اني باش نوريكم الاورجانوماليزيون، دونك هما شابيتر وات محطوطين على البلاتفورم، باش نوريكم دونك الاورجانوماليزيون كيفاش مخدوم باهي توا مادام وصلت له. دونك الاورجانوماليزيون هو الشابيتر كيفاش هكا باش يكون، تلقاوه دونك على البلاتفورم مع دي فيديو مسجلين، ونأكد لكم اللي جوست حتى تاخذ البي دي اف بتاع الكور ماكش سونسي باش تسمع صوتي اصلا في الفيديو، ديتايي واضح سامبل، نحاول ما نكثرش برشا معلومات، معناتها نحاول مثلا في رياكسيون ولا في حاجه بالميكانيزم نتاعها ما نفوتش ماكسيموم دو ديابوزيتيف. هذا الاورجانوماليزيا، عملت عليه بيت انتروديكسيون، قلت لكم شنو هي الاورجانوماليزيا، شنو هي لو سولفون نستعملوهم مع الاورجانوماليزيا، راهو جوست هذا الشانتيون من لي شابيتر العاني ما وعدتكم باللي زورجانيزيا ما ليش فات او باش نوريكم زورجانيزيا. دونك لي كونديسيون اكسبيريمونتو ديجا نستعملهم باش نحضروا اورجانيزيا، فوالا هذوما بارمي لي كيستيون لي جيو بيان سور، هذا المود اوبيراتوار كيفاش نحضروا اورجانيزيا، هذا الكل دونك في الانترودكسيون بتاع الكور. بعد وريت دونك الاورجانيزيا، حكيت لكم على رياكتيفيتي دي زورجانيزيا، الرياكتيفيتي معناتها الكومبورتمون تاع ان لورغانومانيزيان فيزافي بار اكزومبل دونك ان كومبوزي برومي، كيفاش معناتها سو كومبورت، معناتها كيفاش هو يتصرف، اسكو نيكليوفيل كيما كنت نحكي يعمل ديزاديسيون نيكليوفيل على سي دوبليزون او اللي هو الكربونيل، ويعمل دي سوبستيسيون نيكليوفيل زاد. هنا نعمل كيفاش نحضروا البريباراسيون، كيفاش تصير لانسيرسيون اون اوتيليزون لي تير، هذا كوم سولفون، هذا سولفون معناتها نحضروا في كيف كيف الماء، ولا هنا نستعملوا كان تير تي اش اف، خاطر الزيرغانومينيزان يموت، عباره الاف ام تي يموت كي نستعملوا الماء، ما غير ماء مستحيل نستعملوا الماء. بعد كيلكو بروبريتي كيما نجم الجولو رول تعمل زاديسيون ولا سوبستيسيون نيكليوفيل، الي اوسي utiliser comme étant une base. هذا الشيما بالنسبة لي أنا أهم حاجة في البارتي دي كود. هو يجينيري لك ار ام جي اكس عبارة ار موان ام جي اكس بلس، ينجم يجي له رول دون باس فورت، والا انكسيون نيكليوفيل يعمل ديزابسيسيون نيكليوفيل والا ديزابسيسيون نيكليوفيل. هكا هاو فريمون دونك ديابويت واضحين على الاخر، ما فيهمش حتى لبس الحقيقة، واضحين 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 يشعلوا شعلين، وكما كنت نحكي لكم ما فماش مع حتى تاخذ معناتها الكور تسمع صوتي اصلا في الفيديوهات، واضح مفسر ديتايي كاتب صحيح كتيبه بوتيتر برشا اما ضروري الحق، الواحد ما يحبش يضيع وقته في الفيديوهات. به مثلا بعد باش نوريكم شابيتر كيما قلت لكم اللي فات كامل، لي زورجانومانيزان يعملوا ديزاديسيون كليروفيل، خذينا لاديسيون نيكليوفيل، وخذينا بارتيكوليرمون لاديسيون سو لي ديريفي كربونيلي. حكيت شويه في الانتروداكسيون، قلت لي ديريفي كربونيلي هما لي ستركتور عندهم سي دوبليزون او، هذا عباره بلس وهذا موان، هذا دلتا بلس هذا دلتا موان. وبارمي لي ديريفي كربونيلي نلقاو دونك لي سيتون ار ار بريم، لي زالدهيد ار سي او هاش، وهذا اذا فورم تاع الدهيد انه دونك بلو رياكتيف، وعلاش وكل شيء اكسبليكيت لكم بار اكزومبل كي تبدا فما موليكول اكسبليكي لكم كي نوصلوا للكور هذا علاش لهنا، هذا كيبدا جروب دونور دونور، دونك هنا الدونسيتي تزيد، هذا كله بروميير اني لي زيفي الكترونيك، الدونسيتي تزيد اوتور دو كربون دونك تنقص الالكتروفيلي نتاعو. بار كونتر كيبدا هاش بارابول سي اش 3، اذا كان ار بريم هنا سي اش 3 هنا يولي بوكو بلو زيلكتروفيل، السيت هذا بوكو بلو زيلكتروفيل، معناتها الاتاك تصير عليه قبل، مثلا انا عندي هذا الديد وسيتون، شكون تجيه نيكليوفيل باش يضرب، شكون الاولاني يضرب السيت، اذا كان فما كعبه بركه نيكليوفيل ايكيفالون واحده تاع نيكليوفيل يضرب الديد قبل، خاطره عنده هاش وهنا عنده سي اش 3، الهاش نوتر عباره وسي اش 3 دونور، دونور معناتها لهنا اوتور دو سيو يكوندونسي ولا يغطي ما يخليش النيكليوفيل يضرب فاسيلمون من الاخر.
صحيح هي تضرب براو تصير عليها لاديسيون، اما ماهيش اولى من كبدهاش من الديت به. هذا ما جوست حكايه فوق الفوق كما كنت نحكي لكم لي ميكانيزم داديسيون كيفاش تصير الاورجانيزم يزيد على السيو تولي او موا ام جي اكس بلس، ومن بعد في الاتاب الثانيه باش ياخذ دونك من الماء باش ياخذ ان هاش شو اللي او هاش شو اللي انكو داكور. هذه ديكسيون ديتاي عباره ما فيها شيء هي تكتب في ستار جوست هنا ندي تايلكم ونحكي لكم بشوي لي مو كلي هاك بال تلقاهم لولين تلقاهم اون غرا لي مو تكنيك سورتو. هذه اديسيون نيكلوفيل ادي ان تكتب هكاك ولا اديسيون نيكلوفيل باهي نوريكم الديابوزيتيف اللي معاك كيف كيف لي اديسيون نيكلوفيل سور لي ديريفي كربونيلي باقي نكسبليكي فيهم خاطر اهم حاجه مع لي زورغانومانيزيان يعمل سورتو لي اديسيون نيكلوفيل صحيح لي سوبستيسيون نيكلوفيل مي لي اديسيون نيكلوفيل حكيت كيفاش تصير هنا حكيت اللي الاير معناتها يعطي هنا سي دوبليزون او عباره كاربوكاتيون عباره هبريدي اس بي 2 كيبدا حاجه هبريدي اس بي 2 شفناها في البريمير اني كيبدا هبريدي اس بي 2 راهو بلان لاتاك تصير من الفوق من الا ومن الدو دونك باش يعطيني ان ميلانج راسيميك. ميلانج راسيميك تعرفوا اللي هو شنو هي الميلانج راسيميك بريمير اني كيف كيف هو ميلانج دو دوز انونسيونيل حاجه ار او اس عكسها ار اس ولا ار اس اللي هو حاجه ار مع اس والا موليكول اذا كان فيها دو كربون اسيمتريك تكون ار ار اس اس والا ار اس اس ار عكس عكس بعض ما لكش تسمى في عضو الاير تلقى الاس في عضو الاس تلقى الاير هذا مش معناتها ميلونز راسيميك. ميلونز راسيميك هاو تقول لكم من تو برمي لي كيستيون اللي جيبو اوبتيكمون اناكتيف ديما دونك لاكتيفيتي اوبتيك الالفا اللي شفتوها عاملينو تاع ميلونز راسيميك اللي توجور نيمو صفر تو سيم به انا هكا شابيتر هذا كيفاش تصير يعطي الكول بريمير هذا دونك اذا كان الديت دونك تعطيك الكول سكوندير لاديسيون تاع لورغانوماليزيان على لي سيتون لي زيستير ولو كلورور داسيد اللي هما سي دوبليزون او سي ال تسميه كلورور داسيد ولا كلورور دالوجين اوكي كي خرج من هذا دي مخصر يمني ومن يعطيو انا كونتر سي دونك عباره دي زيكزومبل اوكي ديتايي من اسهل الدروس هذه الحق لازم معناتها تشوفوهم كل عاد فما ريتوني ديما لاديسيون دو ريكومونيزي على دي يعطيك الكول اذا كان سيتون يعطيك الكونتر سي نتعادى دونك لاديسيون على الدريفي ازوتي كيما النتريل هذوما بارمي لي دريفي ازوتي نتريل فونكسيون نتريل هذه شفتها عاملينها سي تريبليزون هذيك دونك فونكسيون نتريل وتصير على زيت دي اديسيون الكربونات ستار كربونات الكتروفيل يعطي سيل تنين بعض جين مال بشوي بشوي الهيدروليز تاع لامينو الكول يحاول يكبسو الاكسيتون هذا دونك الميكانيزم ديتايي ديتايي بارمي لي زوتر دريفي ازوتي ابار النيتريل فما لاميت نفس الحاجة تصير على لاميت الهيدروليز هنا يعرفني النيتريل دونك رياجي افيك لونغورماليزان بور فورمي لي زوتر بار كونتر لابيد رياجي افيك لونغورماليزان بور دوني الزمن دونك سبستيتيو عام اوسي لاديسيون هنا دونك سيت اون ريدكسيون تاع ازو تاع الدرمانيزيان تاع لي زيبوكسيد كيفاش يتحلوا لي زيبوكسيد اوكي ايبوكسيد هو الكومبوزي هذا باش تكون ان شاء الله سنين في لي زانسيم كيفاش تحصل على ايبوكسيد دون اتيليزون لوبيراسيون تاع الانسيم اوكي يعطي ايبوكسيد يتحل ايبوكسيد هذا سيتي تاع دوم لي دو سيت الكتروفيل باش يعطيني الكل هنا دونك رياكسيون ريجو سيليكتيف علاش ريجو سيليكتيف حكيت من قبل شوي خاطر معلاش صارت لهنا ومش لهنا هذيك الريجيون جاي ريجو سيليكتيف جاي من ريجيون من بلاصه علاش صارت لهنا ومش لهنا هنا دونك هاك اونوتي نفسر القاعده بكلمه كليك العاده وهاك الرياكسيون قلت تاع لاديسيون تاع النين تاع الانورغانيزيان سو لي زيبوكسيد سي اون رياكسيون ريجو سيليكتيف كونسيرتي اي ستيريو سبيسيفيك خرجت من حاجه وصلت لحاجه بيان بارتيكولير نعرفها ديال ديبي هذاك اش معناتها ستيريو سبيسيفيك اي هي اخر شيء دوك هذوما لي زيكزومبل اوكي دوك هنا انا الجرمانيزيان عمل اتاك حل سبق قطع الكل ابري درويز هاش رو بلس عباره عن مي ولا هاش رو بلس نكتب كيف ولا هاش بلس كيف
L'école, c'est une élection de CM2. بعد لهنا نكسبليكي كيما قلت لكم الرياكتيفيتي تاع الموليكيول والسيليكتيفيتي تتبدل تو ديبون من ستركتور. هنا زدت ان جروب الكترودونال اللي هو سي اتش 3 كان فوقاني ما عندي حد شيء. هنا زدت ان جروب الكترودونال اتكسرت لهنا. علاش مش لهنا؟ هنا ناكد وبين ريجو سيليكتيفيتي تاع الرياكسيون تاعي خاطر تو سامبلومون لهنا فما انكومبرمون ستيريك. اوكي بتصير عاده في بلاصه ما هي ما عليهاش ضغط على كربون فارغ خلي ما تصير على كربون في ديجا سي اتش 3 دونك ريجو سيليكتيفيتي وستيريوس سيليكتيفيتي بتاع الرياكسيون. دونك هنا كوبلاج والزيت هذه معروفة الرياكسيون ويتسأل عليها برشا. هذه بارمي الرياكسيون سكوندير مع البريباراسيون تاع الزورغانوماليزيون. باهي انا كنجي نحضر في ان اورغانوماليزيون المفروض ما نعمل ار ام جي اكس هكا. الار ام جي اكس كي يبدا فما اكسين تاع اكس هو يولي ياتاكيلي نورغانوميزيان ياتاكيلي باش يعطيني ار ال عباره تحصل فور اكزومبل خرج ميساج 3 ام جي سي ال و ار سي اتش 3 سي ال ولا عندي سي اتش 3 سي اتش 3 ام جي سي ال 2. هنا هي الرياكسيون سكوندير وقت اللي انا ما نعملش لاجو تاعي قلت اقول في الرياكسيون اللي بالكل هنا كي ما نعملش الرياكسيون تاعي هنا اوبليغاتورمون لازم نعمل لاديسيون تاع تاع سولم تاع الرياكتيف نتاعي من هنا جوت اغوت تاع الاورغانيزا اللي هو اريكس. كي انا ما نعملوش جوت اغوت اوكي عندي امكانيه انه نعمل ار ار يعني الرياكسيون هذه دورتيت اللي هو رياكسيون سكوندير بور ايفيتي لا رياكسيون بارازيت اللي هي رياكسيون بارازيت ناكد اللي هي رياكسيون بارازيت دي فالو جينيريكس اللي توجو دوات اتر ريفيرسي جوت اغوت دون ليترينيك. معناتها انا كي نعمل لاجون تاعي في تابسي لازم بشوي بشوي ناكل امبولا براون. هذه اللي تسمى امبولا براون بالسباله هذه هذه اسمها امبولا براون. هذه عندها روبيني لهنا نحلها لازم لاجون دو تادو. انا كي نحلها ضربه واحده هكا مع بعضها يهبط هذاك الكل رابيدمون تجيني هالكوبلاج دو ورزيت وتحصل على ما تحصلش على ارجونوماليزيا تحصل على اير اير. وهذه رياكسيون بارازيت تسال عليها زاد اسمها كوبلاج دو ورزيت. هذا جوست ريكابيتولاتيف صغير مع لي رياكسيون مع لي زورغانيزم ماليزيان اللي قرينا الكل بكري مع نيتريل شحتي مع سي او 2 شحتي دوكسيد الكربون شحتي مع سيتون مع حاجه ار بريم اكس سوبستيتيون نيكليوفيل اللي هو مثلا سي اس 3 سي ال جي ان اورغانيزم اوب دلتا مو اتاكا لصق لهنا ار ار بريم لوفرتور نتاع لي زيبوكسيد سونو لي سوبستيتيون نيكليوفيل والاديسيون على لي زيستير نستحق دوز ايكيفالون خاطر الضربه الاولى باش تعطيني سي او R بريم سي يو R والضربة الثانية باش تعطيني R أو هاش R R. معناتها هنا نستحق دوز إيكيفالون تاع أورغانوماليزيان سيرتو مع لي زيستير خاطر فما جروب أو R باش يطير ويبقى ديما سيتون ونجي نجيب لها الإيكيفالون الآخر باش يردها ألفا. على ذلك فما زوز أنا R R مرتين نستعمل باش تعطيني دونك هذا دونك جوست هذا هو لو زيرغانوماليزيان كيما قلت لك نحاول نبسطها على الآخر. هذا جوست الديابوزيتيف الاخرين عملت ريزومي مع ريفيزيون عامية مع جماعة ريفيزيون دونك عامية وحضرت ديابوزيتيف واحد كيما هكا باهي هكا. وهذا دونك الزورغانوميزا بابي اثر الدروس على فكرة قلت لكم شنو بيهمكم دونك رافيك كيفاش كيفاش هوب باش نعاود نمشي في جي هذا كيفاش تلقاو لي شابيتر على البلاتفورم باهي ان شاء الله ناخذ لكم دونك شابيتر بي دي اف واضحين على الاخر ما يستحقوش انك جملة 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 حتى تسمع لي فيديو ولا دونك باش نكمل رابيدمون. اورغانومانيزيان لي زامين هما لي زالكول هما لي زامين لي فونكسيون في اللي كرب لي شين كربوني ولا لي موليكول اللي فيهم ان اتش 2 ولا ان اتش اير ولا ان اتش ان اير اير. معناتها انت لا زوت تجهز من كربون حاجه ما تعنيش انه في فما ازوت. اوكي هذوك لي فونكسيون عاملين لي زالكول هما معروفين لي زو هاش شفنا من الدروزيام اني سكوندير لي ديريفي كربوني لي درس مهم 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 على الاخر وجاي اكيد هما لي سي دوبليزون او لي سي دوبليزون او اي ال دي اي سيتون. اوكي لي زاسيد كربوكسيليك اي لور ديريفي زاد كيف كيف مهم على الاخر. لي زاسيد كربوكسيليك هما ال ال سي دوبليزون او او هاش لي ديريفي نتاعو كيما لانيدريد داسيد كيما الكلور داسيل هذاك كنا نشوفو في تاو الار سي يو سي ال كيما لاميد هذوما الكل دونك بارمي كوم بارمي لي ديريفي تاع لي لي اسيد دونك
كادو سيديك باهي فوالا فوالا مي دونك بالنسبة للديكوباج باهي باش نتذكر دونك نسمع كيما نتاع اسيستي ليسونس فيت سونس لي فيت دونك بين اكزارسيس بوتيتو باش نعاودو باش نعاودو خاطر صلحتو رابيدمون نمشي تشي بوتيتو بتيت ابتي دونك هذا ليكزارسيس دابليكاسيون تاع المرة اللي فات دونك عندنا انا الكود تاع الكراش دونك ريبريزونتي dans l'espace de la configuration absolue du terreau R, okay, dans l'alcool H-head, soit la réaction de déshydratation de H. Pour les réactions de déshydratation, automatiquement, je dis ma élimination d'une molécule d'eau. Déjà, la déshydratation, et bien, il y a H2O. On a fait la molécule H2O. Head, le H, je tire. H2O, il y a du OH, moi, je tire. H plus, H plus, il y a du H2O, 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 il y a du carbone adjacent. Mais le carbone qui porte l'OH. À ta trois composés, en présence d'acide sulfurique comme quantité catalytique, ils arrivent les joueurs de réflexion, ou delta est tout à la forme chauffage. Elle est écrite à la flèche chauffage. À ta I, J et K. On explicite donc avec les mécanismes réactionnels, donner la structure des produits I, J et K. Bah, classer I, J et K par ordre d'abondance en donnant toutes les explications nécessaires. Je compte prioritaire ou à la majorité. OK, par rapport au réseau, ou allez expliquer, préciser la relation qui lie I, J et K. Avec barre de troisième question, on traite le produit majoritaire par le permanganate de potassium, KMnO4 dilué. OK, permanganate de potassium, donc KMnO4 dilué. Après hydrolyse, on isole le composé L optiquement inactif. Expliquer la formation de L et prouver son activité optique. باش نبدا بشوي بشوي هذاك الدرس نتاعي دونك قال لي ريبريزونتي الهاش هذا اعطيني الكونفيغوراسيون ار نتاعو باش نمشي دونك نبدا بشوي بشوي نفهم شنو هي موليكول هذه شنو هي جوها كيفاش نصور الاير هذوما دونك جوست قواعد دونك باش نجاوب على الكيستيون نيميرو 1 باهي الكربون كيرال هو كربون اسيمتريك هو لي ا كات سوبستيتيون ديفيرون بالنسبه لي انا الكربون هذا ستان كربون كيرال نكتب عليه اتوال اوكي تسمى كيرال من غير ولا اسيمتريك كيف كيف الكربون اسيمتريك ولا كربون كيرال عنده كات سوبستيتيون ديفيرون كان جي فيريفي نلقى فينيل ماهوش كيف سي اتش 3 ماهوش كيف الاو اتش مختلفين كل بعض ماهوش كيف سي اتش 2 سي اتش 3 هذا كل سي اتش 2 فينيل بنزيد يتسمى هذا الكل جروبمون هذا جروبمون هذا جروبمون هذا جروب دونك الكربون اللي بورت كات سوبستيتيون ديفيرون دونك نجم نقول عليه اللي هو ان كربون اسيمتريك بارفي توا باش نعرف اللي هو كيل ساجي دونك دان كومبوزي ولا موليكول دو كربون اسيمتريك كونفيغوراسيون تاع ال ولا اس باش تعرف ال ولا اس من الاخر من غير ما نبقى نقرا هذاك الكل ولا نعاود نقراها اكيد الار تعمل تحسب انت بار اوردر دو بريوريتي سونون لا ريغل دو كانيل جاب دي بريلوب يتبع الريغل يتبع مع تدورة المونجيل هذاك الار العكس تاع المونجيل يتسمى اس Là, pour ça, donc les règles de nomenclature RS. La nomenclature RS, elle est basée sur la séquence de priorité des atomes ou groupes d'atomes liés au carbone chiral. Les règles sont les suivantes. Les règles attribuent une priorité à chaque substitut en fonction du numéro atomique. Le numéro atomique, il m'a toujours donné l'exercice. Marouf, tableau périodique. Par exemple, le numéro atomique dans l'oxygène, Narfolio 16, Z. Le carbone 12. هذا كربون اخر 12 هنا كربون 12 هنا ثلاثه كي بعضهم اما لا تفرق من بعض خاطر الكربون هذا تاع الفينيل هازز دو زوتر كربون هذا هاز هاش هاش وفينيل هذا الكربون هذا هاز هاش 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 اذا كان يبداو كيف كيف هنا كربون هنا كربون بعد نمشي للي بعده هذا هاز دو هاش وفينيل هذا هاش 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 دونك شكون هذا بوكو بلو بريوريتير ارزن بلو لور نقولوا بوكو بلو بريوريتير ولا بلو لور L'atome le plus lourd reçoit la priorité la plus élevée. Maintenant, on a le numéro A ou le numéro 2. Bien sûr, le plus lourd, c'est le numéro A ou l'achat, c'est le numéro 2. Si la séquence, c'est un cas suit dans le sens de l'aiguille d'une montre. Maintenant, on a le numéro 2, on a le plus prioritaire. Maintenant, on a le numéro 2, on a le numéro 3, on a le numéro 4. On a le numéro 2, on a le numéro 3, on a le numéro يمشيو من اليسار لليمين دونك وقتها عبارة إيجوي نتاع المونجالا يتسمى إير إير من جاية كلمة لاتان ريكتوس
qui signifie à droite. Bilatan, rectus, mata, à la limite. Si la séquence est antihoraire, axe C1, mata. Fait on même chez Mélissa, l'imine, même chez Mélissa. Donc, on a qu'à la configuration. Et on a absolument un exemple. الاوردر دو بريوريتي راهي هي كان انجولد بريلوج اسمها هذه هذا كنا نقراو فيها توا الريجل هذه لا ريجل دو كان انجولد بريلوج كونسيست ا كلاسي بار اوردر دو بريوريتي دي ديفيرون سبستيتيون كي سو تروف سو لو كربون اسيمتريك ني كلاسي من اجل نعطي كونفيغوراسيون ار و ال اس الا الكربون اسيمتريك عليه كات سبستيتيون ديفيرون دي كات سبستيتيون ديفيرون هاو هنا سميهم واللي هو الاوهاش فينيل اس سي اتش دو فينيل ومن بعد اس سي اتش دو طيب باش نعمل اوردر دو بريوريتي نجي لهنا موليكول كي نشوف اللي لو هاش نيميرو اتوميك نتاعو اكبر من الكربون فاهمين 16 و12 دونك 16 اكبر بعد هنا نجي لثلاثه دوما بقاو لي عندي فيني هاو الفيني كيفاش هذا ستريكتور فيني فيني هذا هذا فينيل راه يتسمى كيبدا في موليكول يتسمى فينيل راه عباره ما نقولوش بنزين نقولوا فينيل كيبدا لاصق مثلا ما نعرفش ما باش نحط سي اتش دو اسكو سافا التابلو هذا اسكو ما نعرفش اسكو براتيك ليه بالنسبه لي انا دونك خير من نكتب من جرافيك ليه هذه تسمى مثلا جروب فينيل ليت مثلا انت عندك كربون هذا هي هو ريالمون الكربون هذا اللي نشوف فيه بتاع الفينيل هي زز تروا تدر كربون ريالمون هذاك هو اكبر من عباره عن الكربون هذا هيزز الكربون هذا هيزز الكربون لهنا باهي وهيزز الكربون لهنا وريت الليسون هذه بي بتاع عباره كربون فيكتيف تسمى شفتها عندنا معناتها زوز كربونات ريال اللي هو هذا وهذا تحاول ترابيزمون كده عبارة فما الكربون هاد والكربون هاد هزهم هو هذا وهز الكربون بيان سو هذا الناس يشتروا وريت الدوبليزون عبارة فما كربون آخر فيكتيف عبارة فما كربون آخر خيالي فيكتيف لهنا ناحية الدوبليزون عبارة كان نجيب نحكيو نيميرو اتوميك شكون أرزل كي تجي تشوف عبارة فما كربون آخر فيكتيف لهنا فرس ثلاثة كربون تاع هذاك لهنا كي نجيو نشوفو نلقاوه بوكو بلو بريوريتير كو كربون هز هاش هاش وكربون هذا راهو سي هاش دو في هذا عبارة على هكا باش نصورها اخرى سي هاش دو في كنت تقارن هذاك بسي هاش دو في نيل ما عنده حتى علاقة سي هاش دو في نيل عبارة عن كربون هاش عبارة أنت قاعدة تقارن في أوتر كربون اللي هو هذا تقارن في كربون هذا هز هاش وهذا هز هاش باش تعمل كومباريزون وهز فينيل كل تقارن أنت أنا وأرزن ونيميرو أتوميك بيان سور باش تطلع خاطر هذا هز هاش وهذا هاش وهز كربونة أخرى هذا كربونة وكربونة 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 كلهم كربونات النيميرو أتوميك بتاع الهيدروجين واحد بيان سور هذا أكثر كربونات على هذاك الفينيل بوكو بلو لور ولا بوكو بلو بريوريتي كو سي اتش دو في بعد هذه كربون هذا هاش 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 هذاك الآخر كي نجي نيميروتي ونحط واحد اثنين على الفينيل ثلاثة على سي اتش دو في وأربعة على سي اتش دو في واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة نشوف يتبع لكويد المون إيه هذه عقارب الساعة دور من اليسار لليمين دونك سي إر هذيك الكونفيغوراسيون إير بتاع الموليكول واضحة وإلا لا نشوف معتز معتز سي بون واضحة تسمع في اسكو نزرب ليه واضحة واضحة مسيو Bien, je vais vous poser une question. Donc, je vais vous poser une question de visite de rotation.
اوكي عندي الموليكيول نتاعي، عملت لها اون رياكسيون دو ديزيدراتاسيون اللي هي اليمناسيون دو موليكيول دو، اعطيني لي ستركتور نتاع لي كومبوزي اي جي كا. يقول لي ديزيدراتاسيون لازم نعرف كيل ساجي دون رياكسيون ولا دون ميكانيزم باش تعطي بار كاربوكاسيون، كي فما اي ار فما كاربوكاسيون افيك لا فورماسيون دان كاربوكاسيون في البريمير ايتاب. في الدوزيام ايتاب لي كاربوكاسيون بير دونك ان هيدروجين de trois manières différentes. C'est le cas de l'anéhède, ce qui conduit à la formation de trois produits, il y a I, J ou K, مختلفين على بعض. باش نشوفوا كيفاش خلي كومبوزي هذا. انا عندي دونك الموليكول نتاعي طار من انا او هاش موا بقات لو بلوس. لو بلوس باش يرجع ان هيدروجين من كربون ادجيسون اون الفا لاصق قريب ديريكتومون لاصق للكربوكاتيون. شكون الكربون لاصق ديريكت الكربوكاسيون؟ يا هذا يا هذا يا هذا، فماش كربون اخر فيه هيدروجين، المفيد فيه هيدروجين، فماش هذا ما فماش هيدروجين، ما فيهش هيدروجين، دونك باش يرجع هذا باش كربوكاسيون. عباره هكا عندي برشا نخدم في الفلاشات باش نشوف تمشي. هذا حتى شيء عبارة عن فلاش محضر. هذا هو عبارة، هذا باش يجي لهنا، هذيك هي الاكسون، هذاك هذايا كيف جاي، هذاك غادي جاي هذا لهنا اوب، الكربوكاتيوم ما عادش تكون موجود خاطر جاتو كعبة الكترون، وطار ال هاش بلس مشى مع ال هاش دوزو، مع ال هاش مونو لانين مشات، ولا لي هاش دوزو هاي، وتكون لي اللسان هذا. اسكو واضحة هذه ولا لا؟ هذه سهلة. بعد كيف كيف نفس الشيء لهنا بالنسبة للهيدروجين، هذا لحم باش يرجع هو لهنا ونتحصل على اللسان كوريسبوندون. مازال توا هذا باش يرجع هو الهاش هذا باش يعطي هكا ونتحصل عن كومبوزي الروز، الروز كيرجع تاني الروز، والأحمر هذا كيرجع تاني كومبوزي الأحمر، دونك حاولت اللونهم الكل. باش يمسح الروز باش يعطي الكومبوزي الروز. كيرجع الأحمر هذا باش يعطيني الكومبوزي بالأحمر. مش معناتها حاجة صعيبة على الآخر، هي عبارة تفسر لي مش صعيب جملة، هذا صعبة على الآخر واضح يبين كل شيء. كيفاش صار الكربوكاسيون؟ هنا فما تروا بوسيبيليتي تاع الاستروجين اون الفا دو كربوكاسيون، اون الفا معناتها جوست الكربون ادجيسون للكربون للكربوكاسيون تاعي، اوكي طارت منه الاو هاش مون اللي تحصل على تروا كومبوزيتو. دونك واضحين لي تروا كومبوزيتو هما قال كلاسي بار اوردر دو بريوريتي، فما ريجل اسمها باش تعطيك البريوريتي ولا شكون ماجوريتير، هي ريجل في لازالسان سورتو، اوكي هي لا ريجل دو زاد زاف، يقول لك دونك لالسان لو بلو ماجوريتير هو بالنسبه ليه لو بلو سوبستيتوي بارابور لو دوبل ليزون. داكور عندي لا دوبل ليزون، هنا عندي كربون سوبستيتيون، هذا سوبستيتيون اخر ثاني ثلاثه الهيدروجين، لا هنا عباره تري سوبستيتوي، هنا تراه واحد اثنين ثلاثه كيف كيف تري سوبستيتوي، هنا كيف كيف هنا تراه هيدروجين هيدروجين حط شيء في اثنين، هنا هذا دي سيبستيتوي معناتها باش يكون اخر واحد في رد البريوريتي اللي هو ا وكا اخر واحد في البريوريتي. تو بقات باش تفرق ما بين الاي والجي،
الاي او جي كيفاش نعرف مش انه ماجوريتير ولا مش ماجوريتير، انه بوكو بلو ستابل اكيد باش يكون الترانس هو بوكو بلو ماجوريتير. علاش؟ خاطر لي دو جروب فوليمينو بعاد على بعضهم ماكسيموم. لي دو جروب فوليمينو لهنا شنو هو الفينيل؟ الفينيل راه ما نشوفوش هكاك مصور فيها مشكل. الفينيل لما كان لما كان تصوروا هكا في الاسباس لورا مخضر كيفاش بتصور انا تو هذا راهو الفينيل معناتها راهو كومبرمون سيريك على الاخر. هذيك كيفاش هذاك الفينيل عوضت باش ما نبقاش انا نصور، ما تاكليش برشا بلاصه، ما حبيتش معناتها نبقى نصور هكا كبير مكتوب هذا دوك فما جين ستيريك اون كومبرمون مش موليكول ماهيش بوكو بلو ستابل هنا في الكار. اي بار كونتر كي يبداو لو دو فينيل هنا اون انتي اون ترانس واحد الفوق واحد اللوتر سا سيرا بوكو بلو ستابل وماجوريتير وقت البروفيل. باهي هنا الاي ماجوريتير بارابولوجي خاطر اون ترانس هنا اون سيس لي دو جروب فينيل بعد على بعض ماكسيما. الجي جي بعد بيان سور خاطر تريسيبس جي كيف اوكي. وفي التروازيام ميليو فينالمون نلقاو الكا اللي هو دي سيبستيتوي. هاي لا ريغل زاد زاف تقول لا ريغل زاد زاف انديك كو لو برودوي ماجور ولا ماجوريتير معناتها الروندمون تاعو جاي اكثر في الاكسيون دون اون رياكسيون ديليمناسيون دان انسيم سورا سولوي لوكيل لو دوبل ليان معناتها دوبل ليزون نقصد بيه اي فورمي سور لو كربون لو بلو سيبستيتوي. نحسب انا بارابور لو دوبل ليزون شوف كومبيان دو كربون لاصق نلقى اكثر نمبر دو كربون هو دونك لو بلو ماجوريتي سيتادير لو كربون كي ايتي ديجا ليي او بلو غران نمبر داتوم دو كربون كون تكسبليكي فيه فاسيلمون تو بي تو قالي شنو لي ريلاسيون ما بين اي و جي اي و الكا و جي و الكا بي من الاخر هذه قاعده باش تبقى لكم من الاخر العام هذا ما زاد هذا زاد وهذا هذا او هذا زائد سيس و ترانس ديما الرولاسيون تاعهم دو بيست ريزون سيس و ترانس في لي زانسين ديما الرولاسيون تقول لك شنو الرولاسيون كي لي دو زانسين و جوست واحد سيس و واحد ترانس راهو ديما يسون دو بيست ريزون وعينك مغمضة هذه قاعدة محفظة كده. بالنسبة تو للإي والكا الإي والكا هما حتى علاقة تربطهم كان الفورمول بروت نتاعهم كي نحسب على نمبر دو كربون هنا نمبر دو هيدروجين نلقاه كيف كيف بالنسبة كيما للإي والكا كيما للجي والكا مثلا نحسب نلقى سي 12 شكون هنا مينيموم شكون على الأقل سي 15 هنا سي 15 هاش 22 باغ إكزومبل هنا باش نلقى سي 15 هاش 22 دونك لا رولاسيون كي لي الإي والكا والجي والكا سو سون دو إيزومير لي إيزومير هما لي كومبوزي عندهم لا ميم فورمول بروت. الفورمول بروت هي شنو نحسب فيها نمبر دو كربون ونمبر هيدروجين ولا اذا كان فما اكسجين ولا فما ازوت سا ديبون من الموليكول. هذا تتسمى دونك دو زيزومير يتسمى اوكي. وبالنسبه للزيد والاو الترانس والسيس اللي هما اللي هنا الكام تاعنا اي وجي دو دياستيريو ايزومير ديما ترانس والسيس في الزلسان يعطيو دو دياستيريو ايزومير. باش تعرفوا دونك التروازيام دونك بارتي le produit majoritaire il doit donc une idéale appartient aller le permanganate de potassium dilué il doit quand même 4 après hydrolyse va nous appartient le hydrolyse hydrolyse aux étapes la bonne étape de réaction atteint un composé L optiquement inactif. Qu'est-ce qui explique la formation de L pour aller optiquement inactif tout simplement ah ouais l'idéal majoritaire le composé majoritaire appartient aller le carbone 4 le carbone 4 sont deux possibilités بالنسبه للدوبل ليزون يا باش يزيد من الفوق يا باش يزيد من اللوط اوكي. اذا كان يزيد باغ اكزومبل من الفوق من البلو لهنا باش يعمل هذا الكل باش يشوفه في الكور يشوفه في الكور باش صرا ديتاي في الكور باش يعمل هذا الاستير اوكي. هذا يسمى استير اوكي الكومبوزي سيكليك هذا باش ما نصعبش عليكم. بعد يدرس بالماء باش تقص لهنا باش تقص لهنا باش يبقى اوهاش اوهاش اوكي. هنا سيت هذه رياكسيون شنو لازمك تعرف باغ اكزومبل في الكور تعرف الكامينو كات دي لوي يزيد على سير يعطي ان des diol 6. OK, il y a une réaction de 6 d'hydroxylation. 6 je m'attends à 6 entre les deux alcools, mais là c'est le faux le zous, OK. D'hydroxylation, dib sur le zous, hydroxylation entre la fonction alcool, deux fonctions alcool. Tu as 6 d'hydroxylation.
بار كونتر كان نزيدو من لوطا نفس الشيء لو هاش باش يجي معايا من لوطا اوكي وسا سرا اون سيس ديدروكسيلاسيون لي دوز الكول اللي جاو من لوطا. علاش قال لك هذا ما كريش تكسبليك يا قال لك علاش دونك يل سون اوبتيكمون اكتيف خاطر هذا كيحسب لو كونفيدراسيون ابسولي نتاعو عطاني اس وهذا عطاني اس وهذا عطاني ار ار دونك قلت لكم هذا اس هذا ار هذا اس هذا ار ميلونج دو دوز ايدونتيومير ولا تسميو دوز انتيبود اوبتيك والا دوز ايزومير دو زونتيبود اوبتيك دي زونزومير ولا يفورم انصومبل ان ميلونج راسيميك هذوما لي زوز مع بعضهم يعطيو ميلونج راسيميك اوبتيكمون اناكتيف. على هذاك قال لك ايفالوي لاكتيفيتي اوبتيك ولا لاكتيفيتي اوبتيك دو برودوي ان هذا الكل ان الزوز مع بعضهم ان اوكي هذوما لي زوز سي لو برودوي لو كومبوزي ان هذا هي دونك كيفاش. وفي الكوره انا قلت لكم تشوف ان شاء الله الكامينو كات دي لوي وكيف نرجعوا له نحن بيان سور في السيريات كي نقراوا السيريات ونخدموا اكسرسيزات والاكزامينات نتاع كرة قدم على زلزال باهي طب استعدي دونك الاكسرسيزات بتاع اليوم دونك رابيدمون حضرتها كات الاكسرسيز بتاع اليوم تو نعرفش اسكو شفتوهم حبتين على الباج ولا لا. دونك ريفيزيون هي بالها خفيفه للبريمير اني قبل ما نبدا في الاكسرسيسات جيت باش نوريكم زاد حاجه اخرى باش نوريكم السيريات كيفاش تخدموا معايا كيفاش تخدمهم باغ اكزومبل ناخذ سيري هذي ما نعرفش مثلا ديريفي كربوني هذه ديريفي كربوني خدمناها عملية والديريفي كربوني واخر فلوس خدمناها عملية نشوف كيفاش سيري اكزرسيس نيميرو 1 عبارة رابيل تاع بروميير اني فاش تخرج من ماس لاناليز اليمونتير كومبوزي تخرج منه الفورمول بروت تشوف الاكسرسيس كيف هو اوكي تخرج منه الفورمول بروت من الفورمول بروت اللي خرجتها باش تحاول تعمل ولا تعطي لي فورمول سيمي ديفلوبي بلان بوسيبل الكل اوكي هذا الاكسرسيس دونك بروميير اني منها تريفريش الميموار نتاعك على البروميير اني منها تكون ريفيزيون بي. بعد هنا في الاكسرسيس دونك كان L'exercice numéro 2, séquence réactionnelle, donner addition d'un nombre de normalisation, l'hydrolyse, pchati OH, pchati alcool, bad, l'alcool, pchouali alcène, nikken seyo, pchouali alcène, l'alcène, yada ozonolyse, on améliore les dicteurs, pchoufa, fait le cours, on t'a l'alcène, koste, pchil, sakh, le kaibana, ou, pchil, sakh, ou, jibit, le red réaction, pchoufa, fait le dérivé carboné, c'est sa réaction de Wittig, pchouali alcène, mara okhr, le D, بعد هنا صارت ليبراسيون بس ليبري معناتها سي او تي نتاعك باش يولي سي او اتش هذا شنو هي ليكزيرسيس نيميرو 2 باغ اكزومبل. من بعد هذوما دي رياكسيون فار على الاخر سيرتو في الديريفي كربونيني درس الزين على الاخر وفي برشا رياكسيون برشا معروفين مثلا رياكسيون على شان دي اليميناسيون تاع اندراشكون دو كانيزارو الاخر اليميناسيون تاع اندراشكون ففي برشا سامي الحقيقه نتاع مشاهير هذه لازمكم دونك تعرفوهم وهذا اللي عملت في السيريات خدت لهم رياكسيون برياكسيون كل واحدة منهم جاك مان برشا رياكسيونات فيش تصير تك تك بشوي بشوي برياكسيون برياكسيون خذينا وبالعاني لهنا خاطر درس بازي على الاخر على اسامي يعني كنت كيما جاك مان كان زارو دونك كومبونساسيون تاع دو ازالدهيد هذه مثلا سيري بعد نحاول زاد في السيري ما نعطيش دونك سيكونس نحاول نخليكم تخمم شويه ماهيش سهله اذا كان وصلت تخممت فيها من ا كيفاش نوصل للبي نو سويفون بليزيور ايتاب سي بون وليت تلعب بشي ميكانيك بالرسمي ما تستحقش حتى قبل ما تشوف شنو هي الرياكسيون اللي بعدها تولي تعرف ما تشلق بها وحدك وحدك لا تهيلي في اكزامان ولا في كونكور هذه بار اكزومبل السيري ايه ناخذ كعبه اخرى اللي هي يعني حليتها اللي هي السيري نتاع لي زاسيد كربوكسيليك باهي دونك سيري اسيد كربوكسيليك كالعادة بريمير اني هنا اون اتيليزون دونك لا سا باش نسانتيتيزي لاسيد اتيبيك نشوفوه بريمير اني هنا اعطيني لي كاتر اسيد عطيتو كاتر اسيد نومي لي اسيد اتيليزون نومنكلاتور نعملو دونك هاديك دونك نومنكلاتور تاع لي كومبوزي 1 1 2 3 4 اوكي بعد كلاسي بار اوردر داسيديتي كرواسونت لي اسيد كربوكسيليك سي دسو باش نحكيو شويه على لي زيفي زاندكتيف و لي زيفي ميزومير يعني الكترو تراكتور و الكترو دوميزاتور و نكلاسيوهم سولون لوردر داسيديتي يعني هو بلوز اسيد اللي هو موان اسيد و علاش و حكايه معناتها اون فا جوستيفي
هذه دونك بريمير اني اوكي كالعادة مشيت ليكزيست نيميرو 2 جوفا بيان هذه سويت رياكسيون كيفاش سانتيتيز جوفا بيان اوكي فيها دونك ليستريفيكاسيون ريدكسيون تاع نحكي لو بصعيب ليستريفيكاسيون تاع نحكي بصعيب شوية خاطر مازلت ما شفتهمش حاجة عندي هنا بيها شكاتو اجون ريدكتور يفا ريدوير ليستير هذايا تحصلت عليه مش با با توشي ليستير ديريكتومون وعنده لان سيتون يفا ريدوير سيتون او بريوريتي باش يردها الكول حطها الكول ولا دي بي ار شنو هي رياكتيف نزيد بشويه دي بي ار بي بي ار 3 والا بي سي ال 3 سي ال اذا كان بي بي ار 3 نحب نردها بي ار والا اس او 2 بي ار بعد لنا هاش تشوف باس هنا جروب هذا بريمير اني جروب بارتون انا عندي نيكليو فين هنا الباز باش نحي بروفا موبيل اب باش يلصق لهنا تصير ديكربوكسيلاسيون باش نروح في ذاك في اخر درس نتاع ان شاء الله ديكربوكسيلاسيون ما تنطير سي او 2 طار سي او 2 اب تحصل على جوج مليون كذا ما دوك كيف كيف لهنا هذا ريكسون ماهيش سويت ريكسون انا لما حبيت نحكي بالعالم مثلا لينونسي مش محطوط على فلاشات مش كيما هكا واضح فلاشات واوضح والتلميذ تظهر له هكا اسهل يعني لا خليك اقرا وتبع بشوي بشوي هذه زاده ميثود فما تلاميذ يكون تخلقهم ما يري ما تنجم تجي في دوبار والسيبه على خل... مش ديما راه فلاشات وديما الجو والالوان وتفهمها ديريكت ايه هذا اللي بيجي تربح كيف 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 قلت لك ديما خليك متخمم بالعاني ما نعطيكش سويت تطلعها ديريكت نعطيك سويت طلعها ديريكت اما ها بعد نعطيك حاجه نحب نوصل من ا نحب نوصل من بي فما تروا كات رياكسيون دريير حاول هكا تخربش وتعرفها بوحدك تراه بشويه بشويه شوف معناتها راهو اذا كان بالرسم معايا في السريات تخدم وتتفاعل وما نعرفش تخدم وتحرص على روحك الكانز فاسيل 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 ولا أريد أن أكيد في الأكسنت ترى دونك الأكسنت مش نخرج دونك من هي ريكسيون دو روزمون ده معروف مش نقرا في الأسئلة كان بكشريكي خد درس وهذا كثر من قسم من كاش مش يعطيك في السبستيتيون اكتروفيل في الدرس بتاع دي كومبوزي اروماتيك لو زوز نخرج من دي كونديسيون اوكي تحصلوا على بنزالدهيد انا بالعاني هنا عملت كومباريزون اوكي خاطر هذا يخرج من بنزين سي او دي كاتاليست وهذا يخرج دونك من حاجه اخرى ديفيرونت ويعطي له زوز دونك سي اللي هو البنزالدهيد هذا يتقرا في درس شابيتر 3 ولا 4 وهذا يتقرا في اخر درس شابيتر 10 ولا 15 عطاو نفس الحاجه هذه كومباريزون حاول ديما نعملها باش او كتجيش فلاشات في دوار في كونكور تبدا في يقين هذه ريكسون دو جابرييل جابرييل اش معناتها دونك نخرج من اسكاربوكسيليك نستعمل هلين ادريد هذايا نتحصل على اسيد اميني كيما هنا اللي هو اللوسين اسيد اميني اسيد اميني معناتها كومبوزي فيه لاسيد سي او هاش وفيه امين اي هاش دو يتسمى اسيد اميني كيما ما نعرفش انا الاسيد اميني كيما الفالين كيما لو سين كيما لو جليسون تقريبا برينسيبالمون في التروازيام اني حتى سيونس في التروازيام اني ما تعرفش لو سكوندير نقصد باهي 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 من بعد كيف كيف اكزيست بعد اخر سويت ريكسيون الاخر وديما في السويت نسال مش كان دي سويت ريكسيون علاش تسمى ليتاب من ا لبي علاش استعملت الهيدروجين كربونات دو سيرجون شنو هي ليتيليتي بتاعو حاجتك هكا هذوما دونك لانتيري نتاع ليتاب اي اف جي من اف جي من اف اف جي واش عندي لهنا سي سي شني 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 سي اسيد مرونيك معناتها سي اش سي اش سي اش شي تصدق بي اير امين مش ولي امين مش ولي دونك استير عملت لافاج الامين اه بروتيكسيون فونكسيوني الامين هذه بتحط عليها اميد عباره بتولي من كانت ان اتش 2 بتولي سي يو سي اتش 3 باش يلصق الرول بتاعي هي البروتكسيون تاع فونكسيون امين هذيك هي بعد نوزونوليز شفناها في التروازيام في الالسان في الدوزيام والتروازيام شابيتر اوكي السود بريمير اني شوفان واحد دي كاربوكسيلاسيون اسيد اسبرتيك هو زاد اسيد دونك اميني معروف على الاخر الاسيد اسبرتيك كان سانتيز نتاع الاسيد اسبرتيك وقال بريبريزونتي لا كونفيغوراسيون اس هذا بريمير اني اوكي من بعد انا هذه سيل عملنا
CO3, réduction de pyrrhia, les acides carboxyliques, je crois. Réduction, pchartine, c'est le cyclopentone, pantanone, pchartine, donc cycle 5, puis donc C2O, réduction de pH, c'est un agent réducteur, pchartine, alcool, l'alcool, PCL3, PCL5, ou le PCL3, kif, il y a donc OH3, le chlore, ou le PBR3, qui est le contenu, qui est le BR, elle est donc l'action de l'exercice. Comme la kif-kif, au dérivé carboniné, puis en substitution, saponification, réaction A, l'inverse, ALCL3, barre de cyclisation, substitution ectrophique sur un maillot aromatique. Donc, colonne de D'accord, vous avez pu essayer. Ce n'est pas le cas, donc à part l'exercice première année, je vais vous extraire mon concours. Extrême, tu as deux, trois, quatre questions. Tu as un concours pour chaque série. Et la correction, tu as l'exercice numéro 1 sur la première année. Nommer donc les composés selon la règle de nomenclature de l'EPAC. Règle de nomenclature de l'EPAC, je trouve. Tu dois parcourir la chaîne carbonée la plus longue. N, les unités d'or à la chaîne carbonée. N et à la chaîne carbonée la plus longue. Barre de kefama de ramification. Des CH3 kharjin, des NO2, des OH kharjin. Mais il n'y a pas de problème. Il faut une numérotation TNA, TNA, l'indice le plus bas. CH3, qui n'est pas le cas de la position 2. Que nous sommes les salles, nous sommes en position 5. Nous sommes en position 2, où les ramifications, l'indice le plus bas, à l'indice 2, qui est 5, par exemple. L'option 2, je vois le choix. Déjà, pour le malheur, chaque carbone fait carbone, c'est un métal. Deux carbones, c'est un éthane. Trois carbones, c'est un propane. Quatre carbones, c'est un butane. Cinq carbones, c'est un pentane. Six carbones, c'est un hexane. Sept carbones, c'est un heptane. Huit carbones, c'est un octane. 9 كربونات تسمى منان و10 كربونات تسمى ديكان. هذوما لازم تعرفوهم. اوكي تنجم على الاقل تعمل نومنكلاتور وديما راهو يجي نومنكلاتور على الاقل تعمل شي في كومبوند. باهي فوالا باش نبدا دونك هذا اسمه دو ديميتيل بوتان. بصات نومنكلاتور هنا نمشي ناخذ الشين كربوني لا بلو لونغ ناخذ مثلا الزرق هذه 1 2 3 4 1, 2, في 2 عام ديميتي، هكا راميفيكاسيون، هكا سي اش 3 تسمى ميتيل، في 3 عام ديميتي، على هذاك سميت 2 3 ديميتيل دي بشكل تعطي زوز ميتيلات اللي هما الكحول، بوتان، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أزرق، سي دي بوتان. اسكو واضح ولا لا لهنا؟ تقولي في الميساجات نورمال، ما تحكيوش. مشيت للشن الكربونيل لا بلو لونغ بالنسبه لي من الشن الزرقاء باهي والكربونات دونك جايين اون راميفيكاسيون هما لي كربون دونك نوار بوزيسيون تاعهم 2 و 3 8 سامين دونك 2 3 ديميتيل والشن الزرقاء شو اسمها؟ اسمها دونك تو سامبلومون بوتان. دونك هذه بالنسبة لي تاع الكربون كابثين سي لو بوتان. بوتان كيفاش تو سامبلومون خاطر عندي 4 كربون. اوكي كي نمشي من اليمين لليسار لليسار لليمين نومنكلاتور كيف كيف كي نمشي 1 2 3 4 تجيني بوزيسيون 2 تبدا الان ترمينيزون ما غير ما نلقى دونك هذه كذا ما فماش انساتوراسيون. انساتوراسيون معناتها دوبليزون ولا تريبليزون تسمى ان تكمل مثلا ان اوكتان بوتان ابتان اكزان ميتان تسمى دوبل ليزون تسمى مثلا هنا 3 كربون بروبان ان يوفيو بالان اوكي بوتان بنتان نونان هكا كي يوفيو. دونك بالنسبه للتريبل ليزون يسمى ان مثلا هنا قداش من كربونات كربونه اثنين ثلاثه بروبين هذا اسم بروبين ان اوكتين نونين ميتين كان كربون واحد ايتين هما الكل يوفيوها كيكا بكا في بليزون هنا عادي سيسيون دوبل ليزون تسمى ان قداش من كربون في الشين برانسيبال 4 كربون بوزيسيون نيميرو 2 اذا كان نبدا باغ اكزومبل من اليمين اللي صار 1 2 3 4 ديما في بوزيسيون 2 باش نلقى ديما كيما لهنا في الموليكول هذا في الكاهر
كي نمشي من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين ديما الدبل ليزون لانديس نتاعها سي دو على هذاك اليمين يسار كيف كيف سلام شمس مش حتى قلق هنا في الموليكول السي كثافة دونك فم دي فوالا شين كربونيت ولا على الاخر فما دي دوبل ليزون دي تريبل ليزون باهي انا بتمشي دونك شين كربونيت دونك لا بي دونك نمشي من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أوكي عندي تسعة كربونات سي دو نونا سي سو نونا عندي في البوزيسيون اون بوزيسيون كات عندي زوز ان دو ديان أوكي وعندي في البوزيسيون ويت ان معناتها نونا ان كات ديان ويت ان أوكي ديميتيل وعندي من هنا في البوزيسيون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في البوزيسيون ستة عندي زوج ميتيلات ديميتيل نحط ستة ستة ديميتيل دونك لهنا باش نقول سيس سيس ديميتيل نون أ كات دي إن ويت إن وي معتز لحظة شوف لك الميكرو ما حلو ولا لا وي تكلم نسمع فيك ما حلو سي علاش ما بديتش وين الويت من الويت خاطر تو سامبلومون الدوبل ليزون بريوريتير بارابور للتريبل ليزون اوكي ميرسي مسيو اوكي دونك ديما الدوبل ليزون تغلب التريبل ليزون اوكي وكي تبدا بالطبيعه الدوبل ليزون فما فماش تريبل ولا دوبل ليزون اخرى شكون دونك الدوبل بتغلب بيان سور نعطي لانديس لا بلو باس ديما الدوبل تغلب اوكي اوكي ميرسي هنا قلت او راهو هو خاطر هو مصور هكاك او بارابور هذيا هنا ما نجمش نحكي على او جمله خاطر عندي هاش هاش كي كيف سي مور ما نجمش نحكي وهنا في التريبليزون ما نحكيش على زيد او هنا الاو بارابور هذيا الاو علاش خاطر هذه النوته هكا وهذه فوق عباره ترانس على ذلك كتبت او كنت لازم نكتبهاش انا نكتب سي سيس دي ميتين نون ان كات دي ان ويت ان اكا من غير ما نكتب او بار اكزومبل نو كنت فيها دو نكتب ترانس نكتب ترانس ونسمي على عندي طول الكهرباء الكهرباء كيف اخذ بريشر جيت لهنا تو سامبلومون خديت من الكربون اللي فيه دوبل ايزون خاطر باش نعطيه لانديس الاقل نظريا ديما وين فما دوبل ايزون ولا تريبل نعطيه لانديس لا بلو با جيت من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا ديجا سيتان سيكلو اكزام ان سيكلو اكزام كنت لازم نكتب سيكلو اكزام ديريكت ولا ا ان نكتب الا لانديس نتاع الدوبل ليزون كي تبدا لانديس ا لازم نورمال نكتبها ما نكتبهاش لما تبدا دو تو لازم نكتب سي سي وعندي في البوزيسيون الاولى واحد وبوزيسيون دو والبوزيسيون 4 4 عندي اربعه ميتيلات اربعه هذوما يتسموا دي راميفيكاسيون هذوما اللي هو التشعبات اللي تخرج من الموليكول يتسموا دي راميفيكاسيون هذوما دونك عندي 1 2 4 4 تترا تترا باش نقول اربعه دي باش نقول دي والا بي دي كيما دانيال تبدا بالدي وبي كيما برنار باغ اكزومبل نقول بي ولا دي كيبداو زوز ميتيلات باغ اكزومبل ولا زوز ايتيلات كي يبداو ثلاثه نقول تري وكي يبداو اربعه نقول تترا باهي دونك 1 2 4 4 تترا ميتيل سيكلو اكزام ننساش خاطر فما سيكل سيكلو كلمة سيكلو ما ننساهاش خاطر فما سيكل كان جات ما يفهمش سيكل شان هكا كربون 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 محلولة تسمى دونك ما نقولش سيكلو اكزاند 1 2 4 4 تترا ميتيل اكزاند ديريكت من غير سيكلو من غير كلمة سيكلو نكمل دونك مع ان اوتر اكزومبل موليكول دونك او كيف كيف هنا الشيء كربوني باش نتعب شويه باش نلوش هذه زرق لازم يكون مهف نحسب الكربونات بالبدا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نخرج باغ اكزومبل من هنا من اليمين لليسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جيني أربعة ستة لانديس بتاع لي دو راميفيكاسيون اللي هما لهنا راميفيكاسيون بتاع لي كحل أما كي نبدا من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة
جيني 2 و4، دونك الاقل بالنسبه لي 2 و4. نبدا من اليسار لليمين، نعطي الميتيليت هذوما لانديس لا بلو با، اوكي خير لي من نبدا من اليسار لليمين، خاطر 2 و4 خير لي من 1 2 3 4 5 6، خير من 4 و6. باهي كنشوفوا مع بعض ديما لانديس الصغير، نعطي نحاول نعطي لي ريفيكاسيون لانديس الصغير. هنا دو كات في الدو في الكات عندي دي ميتي زوز ميتيلات ابتان 7 كربونات ابتان. باهي هذا الاخرين بدهم كيفية نسيبها شوي. عندي دونك الاف المونيكول تاعي، دونك لا شين كربوني لا بلو لونغ، انا الشين كربوني لا بلو لونغ، السيكل هذاك باش نخليه نسميه عباره على اساس رابيفيكاسيون، هذاك اسم السيكل بلوتيني كيبدا، اذا كان جاي هو البرانسيبال يتسمى السيكل بلوتيني، اما هنا جاي رابيفيكاسيون توفى بالايل ديما كيما الميتيل ايتيل، دونك سميتو تروا سيكلو بلوتي، اوكي ومشيت شفت لا شين كربوني، عندي الكربون عيب 2 3 4، عادي دونك البيت 4 دونك كربونات. نبدا من هنا باغ اكزومبل، فيني هو الاولين 2 3، سوليني 3 سيكلوبيتي، اوكي 1 فيني خاطر كربون نيميرو 1، 1 2 3 4 بوت 1 خاطر فما من هنا دوبليزون 1 1. كي نبدا من هنا 1 2 فري 2 سيكلو بيتي 3 ان 4 فيني انديس اقوى اكثر، دونك ساعدني 3 والامر اخر مني الكات 3 والكات، هذاك مشيت مني اليسار، علاش ما مشيتش العكس؟ هذيك دونك بسم الله تاع نومنكلاتور حاجه، دونك بشوي بشوي عاود تفرج في الفيديو بيان سور، اذا كان عندكم كيستيون باش نخليكم لا سمانه الجايه، لو نعطيكم حتى نيميرو بعد اللي حاجته بيان سور، اللي عنده كيستيون حكيت حاجه زربت في حاجه مش واضحه ما فما حتى مشكله، بس الواتساب بس ميل حتى بالعربي ما يقلقش، بين نعاود نفسر له ولا نخلي ميساج ولا نفكر له اللي باش تعطي تولي اكزرسيس واحد اخر، دونك فاسيل كيما قلت لكم، دونك نتذكر في البريمير اني هذه اناليز اليمونتير، وبارفوا جي كيفاش من فورمول بروت طلعها بارتي من الاناليز، دونك تاع دي بورسونتاج كربون هيدروجين، انت ايش عندك في الموليكيول، دونك قال لك الاناليز اليمونتير دان كومبوزي دو فورمول سي اكس هاش يغريك او زد، هذا كومبوزي بيان سور اورجانيك كربوني فيه كربون هيدروجين واكسجين، هذا نجم يجيب لك ازوت سوفر فوسفور اللي هو ماكش اوكي، دونك هذا عطاك فيه كربون هيدروجين وازوت، قال لك الماس مولير نتاعو توتال راهي 72 غرام مول موازون كونتونو هاو، قال لك انا توم دازوت كعبه ازوت كعبه اي لي زيليمون كربون هيدروجين اكسجين دون ماتال لي فالور هادو، بورسونتاج كربون 66% بس 66، pourcentage en hydrogène c'est 11, donc donné donc la formule brute de composé A. La formule brute des équations cherchées à la phase en temps. La formule brute que je parle là, c'est la phase de transition de l'exercice de corps. Je m'attends à ce que نعرف اللي دونك ماس مولير نتاعي 72 غرام مول لتر مول موزون، لا فورمول بروت نتاعي سكري سو لا فورم نتاعي اللي هو ديجا قاعده هنا ديكورتيكي في الدومين نتاعو نتاع ليكزوس سي اكس هاش غريغ وزيت، هذا الكل عاود في ديفا، دونك بورسونتاج ان كربون 12 كربون 12 اكس سور بورسونتاج دو كربون ايتيغال ان غريغ بورسونتاج ان هيدروجين، باهي تساوي الماس مولير توتال دي 72 على 100. بعد كيفاش نلقى اكس؟ ساهل، دوز اكس، دوز هو ماس مولير نتاع لاز الكربون، دوز اكس على بورصاج الكربون تقال نعاود في نفس الحاجه 72 على، كيفاش نطلع الاكس؟ حساب مات معناتها، نضرب هذه الفوق ماس مولير 72 في البورسنتاج تاع الكربون 66.66 على 12 فاصلة
تخرج الاكس، اكس هات لي 4، وبعد اللي بدا كيف كيف عملت نفس الحساب ديما ريت كان نعرف القاعده هذه اون روج اون بوردو هذيك سي بون اكزيست في الحليب، هذه القاعده تاع بعض ديما 2 اكس على بورج تاع دو كربون تيكال ان هيدروجين ان خاطر المسؤوليه تاع هيدروجين واحد على البورسنتاج هيدروجين هذيك فما ازوت، لازلت نظن 13 حاجه هكا 13 مثلا ما عرفتش 13 تي على بورسنتاج الازوت، اذا كان فما اكسجين ما عرفتش 16 زد على بورسنتاج الاكسجين، ديما هكا ديما تساوي الماس مولير التوتال اللي عندك على الصا. فورمول دونك هاي 3 4 8 عاود كتبتها دونك سي 4 هاش 8 او زد جاتني 56، وانا قال لي من الاولى الماس مولير نتاعي 72، دونك باش تلعب كومبيان دوكسيجين نطرح طلع ليش من اكسجين نعمل دونك 72 الا 56 تجيني 16، 16 هي الماس مولير نتاع هيدروجين واحده برك، الماس مولير موليكولير نتاع هيدروجين كامله برك، دونك زاد يقال كنت لازم لو هنا علاش ما حسبتش البورسنتاج، ما عنديش ما عطانيش بورسنتاج اون اكسجين ما نجمش نحسب بيه، هذاك هو خليني نمشي في في التوجه هذا، معناتها فيني نطرح نحسب الماس مولير اللي تحصلت عليها نطرح منها التوتال باش نلقى الماس مولير بتاع اذا كان مثلا جاني هنا 32 جرام مول موازا بعطيك 32 16 بلس 16 معناتها جوج اكسجينات، اذا كان 48 راه ثلاث اكسجينات، هنا طلعت سي 4 هاش 8 او 1 في الاخر دونك كالكولي لو نومبر دان ساتوراسيون نتاع الكومبوزيت، نومبر دان ساتوراسيون باش نقول لكم النومبر دان ساتوراسيون جينيرال لازمكم دونك تشدوا في مخاخكم اون فوا بور توت، عندي سي اكس كربون وانا عندي سي اكس اوكي اللي خلينا نكتبها اون فوا بور توت هذه خاطر باش نجيب تجينا برشا بروبابل نومبر دان ساتوراسيون سو سي اكس هاش ايغريك او زد ان تي باش نعطيها الكامله تو كيف هم يدوزون ايغريك مثلا نسميها شنو هي هذه باش نكتبها ان فوا بور توت سي اكس بنحط لي زيكس وانا عندي سلوك عايز تكبر كيفاش نحسب عندي سي اكس هاش جريك او زيت باهي ان تي اكس دبليو الكربون سي سي الهاش هيدروجين او سي الاكسجين بيان سور الان لازوت والاكس الاكس نقص بينا ناس كلور يود هالوجين باهي نوبل لا ساتوراسيون كيفاش نحسبها هاي قاعدة باش تكون افي بعد تسألني عليها كل شيء ان اي تساوي كم بعد هو الاكس الا الايغريك سور دو فاهمين الا اكس اكس انا سميتها تاع الكلور اللي رحت سميتها دبليو سور دو زد مع تي سور دو بلس ان جوست نومبر دو ساتوراسيون تاع اي كومبوزي تحسب نومبر دو ساتوراسيون تاع اي كومبوزي هكا ما تنساش قالك في التابلو نيميريك تابلو جرافيك ولا هكا خير التابلو هذا هكا أوضح وخير كتيبة وأسرع بس هو سمري جلين بس تكسر ولا تكسر هكا خير
كيف كيف عندي انا كيف كيف لما بريجل بريجل انا سي اكس هاش جريك او زد ان تي اكس دبليو نوم دان ساتوراسيون ان سوبر نومبر اي سوبر دان ساتوراسيون اكس ال لي جريك سور دو نومبر مثلا الهيدروجين هنا جاني 7 على 2 ال نخدم ديما الهيدروجين نخدم لا من الاخر ناخذ الهيدروجين ولا الهيدروجين ال نقسم على 2 بالنسبه للازوت نخلي بلوس ونقسم ديما على 2 مع بلوس 1 ديما موجود هذيك كيفاش طلع نومبر دان ساتوراسيون تاع اي كومبوزي ها كومبوزي هذا ماكسيموم انتوما باش يجيك فيه ازوت اكسجين ازوت ما يجيكش فيه كلور اكسجين وازوت مع بعض هالوجين هذيك كيفاش نحسب نومبر دو ساتوراسيون هذه قاعده عامه لازم تعرفوها ديما في الذاكره هنا بالنسبه للكام تاعنا نحن نومبر دو ساتوراسيون هو 4 الا 8 سور 2 بلس 1 جاني 1 4 على 4 مع 1 جي 1 ان ساتوراسيون وحده برك هنا كان ينجم انا جوست هنا راه ما كملتوش ليكزيرسيس ما كملتوش خاطر ريفيزيون بروميير اني ما كملتوش ليكزيرسيس دونك كان ينجم يقول لي مثلا اعطيني ستركتور بوسيبل بتاع الكومبوزي ا بار اكزومبل دونك لاني سي دوبليزون يا فما اكسجين يا تكون سي دوبليزون او يا الديد يا سيتون ولا تنجم ما تنجمش هنا تنجم تكون يزيد سي دوبليزون سي ما فما الكول ديما فما او هاش خاطر عندي في الفورمول بروت نتاعي عندي انا الكول عندي انا اكسجين دونك باش تنجم تكون يا سيتا يا الديت خاطر فما ان ساتوراسيون يا انول اللي هي جاي من سيتا سي دوبليزون سي و سي هذاك كي بورت ان او هاش انا الكول خاطر ديما فما اكسجين والا نجم يكون سي دوبليزون او زد نقول هنا كعب برك ارون فيرم دونك سي دوبليزون يا الديد يا سيتا هذا هي ايش فهم من هنا يا الديد يا سيتا جوست لوبجيكتيف تاع الاكزيس هذا تتعلم باش تخرجوا اون فوا بور توت الفورمول بروت من دي بورسونتاج ولا من الزاناليز اليمونتير تاع كومبوزي اورجانيك اللي هو باهي وتخرج زاد النوبل دان ساتوراسيون اللي هو الفورمول هذا اللي وريته لكم من فوق بور توت لازمكم تعرفوا هكا هذه تا ابليكابل على نابورت كيل كومبوزي اورجانيك فيه اكسجين وازوت طب وقتها بيان سور كي ما عندناش كلور ما تستعملش الاكس هذه عباره ما تشوفهاش الدبليو في ولا شنو ما عندكش الكلور ما تستعملش دبليو في احسب عادي عباره اكس لغريك سور 2 مع تي سور 2 مع كان عندك ازوت واكسجين وهيدروجين وكربون كاو صدي با بالكلام باهي باهي بعد دوك ليكزارسيس نيميرو 3 دونك جرافيكمون تمشي فيه هذا كيف كيف خفيف نتاع بريمير اني فيه دي بورسونتاج جو بونس فيه قال لكم ديسبونس دونك ان الكول نون سيكليك حصرك قال لك مو سيكليك نوتي ا L'analyse quantitative interne de A montre que le pourcentage massique en oxygène de cellules 21,5%. Donner la formule moléculaire de l'alcool A, ou la prouver et la formule, ou la montrer et la formule de cellules C4H10 ou on a la formule brute, on a prouver, on a vérifié, montrer. ما كان لازم يكون تروفي لا فورمي ما عطوني يعطيها لكش انا حاب يعاونك باش تنجم السويت تخدم السويت تاع الاكزرسيس كان ما عطاك شريط يكتب لك اوتوماتيكمون طلعها غلطه مشى الاكزرسيس كله غلط ايه باش نطلع دونك القاعده من البورسونتاج نفس القاعده هنا عندي دونك انا الكود قال لي انا الكود ساتوري ويدرس لي الكود باش تشوفوا اللي ولا حتى شفت في البريمير اني اللي لازال الكول يتكتبوا سي ان هاش 2 بلس 2 او اوكي هنا باش نخرج من القاعده هذيك انا نعرف لازمني نعرف الكول شنو هي باش تكتب لي ماتر فورمول بروت اون فونكسيون دو ان بيان سور نعرف لانسين ولا زانسين نجم نهار معناتها نتحط في اكزرسيس ولا قدامي سيتوياسيون لازمني نعرف هذه برمي الحاجات اللي لازم تعرفهم كو سوا فورمول بروت اون جينيرال تاع الكاد تاع السيد تاع نعرفش تاع انسين اللي هو عندي دونك فورمول بروت جينيرال تاع الكون نعرفها سي ان هاش 2 بلس 2 او اوكي نمشي كالعادة بورسونتاج دونك اون ماس موليكولير تاعي سي 16 اوكي فوا ان خاطر عندي كابا بارك على البورسونتاج نتاع الشمال نتاع الاكسجين 21.2
خاطر هو حصرني كام بالبورسنتاج تاع الاكسجين بلوس 14 ان 14 ان هذه منين جات تطرح بلوس 18 كلها سور 100 هنا قاعد يحسب في النومبر دو كربون عبارة هذه كلها ماس مولير كنت نحكي فيها بكري هذه الماس مولير حسبها فونكسيون دو ان راه انا الماس مولير بكري قاعد دوني 72 باهي هنا ما عطاكش ماس مولير 72 خليها فونكسيون دو ان حسب بار اكزومبل مثلا ما نعرفش 12 ان مع 2 زين هنا بتاع الهيدروجين بقاو 2 ومع 16 بتاع الاكسجين معناتها عندي 12 ان هنا مع هنا 12 ان هنا عندي 12 ان مع 2 ان مع 2 مع 16 2 مع 16 18 وهنا 12 ان مع 2 ان يعطيك 14 ان هذا كان ميزة الماس مولير سور 100 جراد خرج الان من بارك الله عليكم دون سمعت تدي دي مويان بور بلوس اكستريم وتخرج دونك هنا 16 فوا 1 الان خاطر عندي في الفورمول نعرف في الفورمول جينيرال تاع الاكسجين تاع الكول اللي عندي كاما باركا الكول او هاش الكول سي متكون من الاكسجين كاما كاما باهي دونك خرجت منها دونك الفورمول بلوس جينيرال هذه فاسون اخرى وخبيثه شويه واصعب من اني يعطيك ماس مولير حاضره وتمشي تخرج بها البورسنتاجات الكل حاضر هذه فاصل شوف كيفاش انا نعلمكم تكونوا في الويد على الاخر ما نمشيش راني في سيريات كلاسيك في سيريات ما نعرفش موجودين بارتو ونشوف فيهم كما قلت لكم راني خير شوف فيهم في البلاتفورم الاخرين يحبوهم يقراوا عندهم خاطر بتاتر سيريات ابي سبيل باهي 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 انا خليك تخمم خليك تتغصور صحيح تقول بالك صعيب مانيش نفهم لما كان تكسر راسك وتحل مخك وتتعب طيب وليك كل شيء سهل وتولي برسمي تحت ال 18 تهبط الشمال هذيك باهي طلعنا دونك لا فورمول بروت بتاعنا بتاع الكومبوزي ا بتاعنا بروفيناه تو قال لك ا هنا عاوني يزيد خير وخيرين اعطاني لا فورمول سيمي ديفلوبي بتاع ا اللي هو الكول هذا سؤالات حلوه دوما سي اش 3 سي اش 2 سي اش اس سي اش 3 هذا يفونكسيون الكول فلك دوني لا كلاس دو لالكول ا لا كلاس كيفاش نعرف كلاس تاع الكول فما جوج حاجات كلاس تاع الكول وكلاس تاع المنزل كيف موجوده كلاس معناتها تشوف الكربون كي بورت دونك فونكسيون الكول اللي هو هذا سي هاش قداش فيه من كربون هذيك هي كلاس عندي سي و هاش قداش فيه دونك ريسك فيه من كربون عنده سي هاش 3 و سي هاش 2 هذا دو كربون دونك سان كربون سكوندير تي الكول سكوندير الكول سكوندير خاطر الكربون كي بورت لا فونكسيون الكول لي او دو زوتر كربون تو سامبلومون هذه هي جوستيفيكاسيون هذا كان يقول لك جوستيفي دوني لو نو سيستيماتيك دو ا اي كيفاش نو سيستيماتيك دو ا كالعاده لا شين كربوني لا بلو لونج جو دو لا باركورير وهنا عندي فونكسيون الكول لازم نعطي لاندس الصغير للفونكسيون الكول كان نبدا من اليسار لليمين واحد اثنين ثلاثه الكول في بوزيسيون 3 كان نبدا من اليمين اليسار واحد اثنين ثلاثه اربعه J'ai une position 2, donc c'est le but de Hall. Butanol. Butanol, position 2, ça marque. Butanol. But de Hall. Butanol. 4 carbone, position 2, qui est la position 2. Il y a 2, il y a position 2. Il y a une position 2. L'indice le plus bas. Il y a donc le nom systématique d'un composé A. Donner les formules semi-développées de trois autres isomères de l'alcool. On a donc Bikri, par définition, l'isomère, ou donc lui composé, il a un domaine sur la formule brute, mais l'autre composé. Maintenant, les alcènes, je fais un Bikri, l'I ou J ou le K, mais bien l'I ou le K ou J ou le K, sont une relation d'isomérie. Maintenant, deux isomères, un domaine sur la formule brute. سكلات تختلف واحد زائد واحد الاخر لما عندهم كلهم دي نفس الكربون نمبر دو كربون نفس نمبر الهيدروجين نفس نمبر كيف فهم الكول اكسجين كيف فهم الازوت نفس نعطي الكومبوزيسيون كونتيتاتيف نتاعهم عندي هالكول تاعهم اذا كان انا لهنا نبدل فونكسيون الكول البوزيسيون تاعها نحط لهنا بارابور كان كنت نجم نسال سؤال اخر نقول شنو هي لا ريلاسيون اونتر هذا وهذا هذا هما دوز الكول دو بوزيسيون هنا كانت بوزيسيون دو من بعد ناخذ بوزيسيون وانا الكول ممتاز من بعد هنا باش نزيد نلعب باش نعاود نهز مثلا الكربون هذا سي اش 3 نهزو لهنا
Soit tu as des voiles ici, hein? C, CH3, 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 OH, terre butyl, terre subbutanol, terre subbutanol. هذا التري سوبيتانول هو مهم من لازمكش معروف عباره كيما الايثيل كيما الميثيل كيما الان بروبيل كيما الايزوبروبيل جروب هذا معروف في النوملاتور في البريمير اني اسمه تيرسيو بوتانول. هذا دونك كيف كيف هز ميثيله واحده في البوزيشن هذه هاك هنا مثلا شنو يقدرش من كربون واحد اثنين ثلاثه تشرين كربون الى بنوم ثلاثه بروبانول اكيد وفي البوزيشن 1 2 بروبانول عندي 2 ميثيل بروبانول هنا عندي 1 2 3 4 هنا عندي بوتانول هنا عندي تيرسيو بوتانول تير بسقول ثلاثة تيرسيو تير كيما تيرسيير كيما سقول فما ثلاثة كربونات على الكربونات ثلاثة ميثيلات على الكربونات بعد خليك أ تكرير جوستيفي كو أ إتي موليكول كيران من بكري قلت إن موليكول كيران هي موليكول عند أن كربون أسيمتريك كي بورت ديفيرون donc quatre substitutions différentes. Donc molécule chirale. Une molécule chirale est une molécule qui possède ou voilà, un carbone asymétrique lié aux quatre substitutions différentes, distinctes. Non, ce qui va dans le jeu. Qui m'a par exemple, c'est une molécule chirale allèche, tout simplement. Heza CH3, Heza OH, ou Heza CH2CH3, Heza polyéthyle, ou Heza LH. Quatre substitutions différentes. Donc, c'est une molécule qui a le A et donc, le TAD, quand il s'est son encrame, deux énantiomères de A. Deux énantiomères qui m'ont dit. Les énantiomères, je suis un mélange racimique. Un de base, je suis R ou un S. C'est bon. Je suis un peu plus de temps pour le cramer. Je suis un peu plus de les substitutions. Je suis un peu plus de temps pour le H, le CH3, le éthyle, le OH. ونرك على سوبستيتيو مره سولون لي كويدي مونتر ومن بعد نقلب تو تجيني بطبيعتها والا نعمل ليماج نتاعها نشد هذه هكا عباره شديتها منها من قارها من لوهاش هوب عباره ورقه وتويتها تو تعطيني الانفيرس نتاعها اوتوماتيكمون لهذا اير بيتانا عندي لوهاش لو الثاني تراه شكون الاتيل و سي اس 3 سيت 1 2 3 هذه هاي مش لي كويدي مونتر عكس ليكويد دي مونتر ايفيكتيفمون عكس ليكويد دي مونتر وجيت اير علاش خاطر السوبستيتيون لو بلو با او نيميرو اتوميك هنا الهاش ماهوش ديرير لو بلو موش اونارير نقلب اوتوماتيكمون كي تجيني هنا اس راه واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث سي اس اما يا ناس الهاش ماهيش ديرير لو بلو ماهيش اونارير دونك نقلب اوتوماتيكمون اس تولي اير نشطب نعمل انفيرسيون ونحط اير هنا نعاود نشوف واحد اثنين ثلاث هنا ار والهاش ماهيش دريال تولي اس نقلب اوتوماتيكو وهذا اسمه تيرسيو بيتانول تير بيتانول بيتانول دو اول بيتان دو اول ديما بوزيسيون دو معناها فونكسيون الكل هذاك هو كيفاش نصور عندي لي سوبستيتيون ونعرف نصور كرام نرتبهم صح هنا المشكله وين في الترتيب الترتب صحيح تمشي لك صحيح ما ترتبش ما تعرفش قرار دو بريوريتي شكون بريوريتي بارابور الاخر تمشي لك دونك غلطه هذيك معناتها وين قوتها ويخدموا برشا كرام في شير ننصحكم كرام نيومان في شير سورتو ابداو نومنكلاتور زاد برشا ما نعرفش يا اخي تقلق اجبد حتى من الانترنت اكزرسيس نتاع ما نعرفش عاود اكزرسيساتنا نحن يا اخي ما اكزرسيس نتاع نعرفش بريمير اني يقراو في اسمه في الباك عميد كيفاش الديموكراطية نتاع العميد كيفاش حاجة هكاك من بعد هذا شو اسمه باهي لحظة لوكسيداسيون ميناجي لوكسيداسيون ميناجي عبارة عن اوكسيداسيون عطيه دو لايكول A par une solution acidifiée de permanganate de potassium caméno 4 conduit à la formation d'un produit organique B. Un composé B. Corriger les propositions suivantes. L'oxydation, le nom de B, c'est le butanal, ou le nom de B, le composé B, réagit avec le 2,4-DNPH pour donner des cristaux blancs. Déjà, l'oxydation. L'oxydation, من الاخر درس الكول بتشوف فيه الاوكسيداسيون بتاع الكول بريمير يعطيك الديد والاوكسيداسيون بتاع الكول سكوندير يعطيك سيتون هنا عندي قلنا من الاول راهو سي اس تاع الكول سكوندير اوكي دونك باش يعطيني سيتون
وهنا في النص سيستماتيك بيتانال بيتانال متاع الديد ال لانزال ديد النومنكلاتور نتاعهم تصب بالال دونك هو يعطيني سيتان وبيتانال يعطيني بيتانون مش بيتانال عطينا سيتان وخاطر خرجت من الكول سكوندير ماهوش الكول بريمير كان خرجت من الكول بريمير اكيد تجيني بيتانال وقت طول السياح هنا لو دو ولا لو كومبوزي بي اللي هو بيتانون بتاعي رياجي ولا دون افيك لو دو دينيترو فينيل افيك لو دو كات دينيترو فينيل دي كريستو برو بي دون ان بريسيبيتي جون اورانجي افيك دي بي اتش مي il donne des cristaux blancs avec NH et SO3. معناتها لان لي كريستو لا ما يعطيك بريسيبيتي وما يعطيكش دي كريستو يعطيك دونك دي ان بريسيبيتي جون اورانجي عباره جون ولا اكتب جون هاو سا سارا اكسبتي اوكي دونك دي ان بي اتش نحطه مع سيتون كما شفنا راهو دائما شفناه في التروازيام اني سكوندير في الشيمي مع سيتون يعطيني كولوراسيون جون اورانجي اوكي اما مش مع ما يعطيش كريستو بلون حاجه اخرى ما تنساوليش ديما نذكر بها عن تيست هذوما لي تيست كاركتيرستيك بالدي ام بي هاش تنشوفو في الانسان تشوفو الديبرام وقتاش تولي ديكولوراسيون تاع الديبرام هذوما الكل راهو ينجم فما اكزرسيس باش نخليه اكيد من عملناه طياره على الاخر كيفاش من الاكزرسيس كله بازي على تيست كاركتيرستيك كيفاش باش نخدمو سانتيز اورجانيك كامله على الاخر هذاك الاكزرسيس باش نخليه اكيد دونك طياره طياره على الاخر كما قلت لكم دونك في با دونك سفيت صعمناه والجاي اكزامان بجان في عداوة نذكر تلاوة كله بازي على تيست كاركتيرستيك سيرتو ليكزيس لوني ما تعرفش لي تيست كاركتيرستيك ماكش باش تاخد باهي 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 نقدم بالاكزيس كارت الاكزيس كارت هذا بالنسبة لزيفيز الكترونيك باش نشوف انا نفهم شوية لزيفيز الكترونيك عندي دي كوبل ا بي بي سي سي دي تضطر لا بازيسيتي اونتر شاك كوبل ا و بي ومن بعد بي و سي ومن بعد سي و بي باش ما نقولش ان او بلو بازيك دونك باز اش معناتها باز هو كومبوزي اوكي عنده دوبل نوليون ينحي ان بروتون موبيل ان بروتون اسيد ولا بروتون موبيل يتسمى كيف كيف كيما باغ اكزومبل ان عليها دوبل نوليون ينحي لك باغ اكزومبل ان بروتون معرفش الكول اللي هو موبيل باش نبداو بالسي اتش 3 ان اتش 2 وباش نبداو بال ان هاش سي اس 3 على سي اس 3 على سي دونك لا بازيسيتي دو ميثيلامين هذا يتسمى الميثيلامين كربونه واحده وامين ميثيلامين اي دو لا دي ميثيلامين اللي هنا هذه بوتيتر كومباري ان اكزامينون لي زيفي ستيريك اي اندكتيف دو جروب ميثيل سوبليمونتير سور لا موليكول دامونياك كي لا ريفيرونس دو لا بازيسيتي باش نشوف باش نحاول نقارن لهنا ما بين البي ام سي لازمني نقول قارن ما بين ان هاش 3 سي اس 3 ان هاش 2 وسي اس 3 ان هاش سي اس 3 ده معناتها باش نقارن ما بين ازوتي بورتي هاش وازوتي بورتي سي اس 3 وازوتي بورتي ثلاث زوز سي اس 3 هذ مع بعض باش نشوف البازيسيتي كيفاش باش تصير باش لونكومبرمون ستيريك ولي في تاع لي جروب سي اس 3 هذوما يقلقوا الازوت باش نحي بروتون موبيل ولا لا.